مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نغمواتي. دائما كيسعدنا اللقاء بكم وأنكم تفتحوا لنا أبوابكم قلوبكم من خلال هذه السهرة الفنية. أعزائي المشاهدين، استمتع وإياكم بلوحة فنية هذه المرة من أداء المجموعة التراثية القادمة من قلعة سراغنا، مجموعة حمادة ولاد بوشان. Thank you.
أزيدي تبارك الله عليكم، والله إلا لوحة فنية رائعة، التراث المغربي ديالنا زاخر بشي فنانين وبشي لوحات فنية اللي حقيقة أنا مثلا كنهضر على راسي شخصيا، كنت شحال هادي قبل ما نلتقي بالبرنامج نغمواتي ما كنتش بزاف كنهتم بهاد الالوان التراثيه، الان وليت كنكن لهم واحد الحب واحد التقدير لهاد الناس بشكل غير معقول حقيقه. طبعا أنا هذا حب يستحق اي مغربي. نعم. غير الاشاره ففرقه حماده بوشان باش ناكدوا على ان هذا الجمع اللي كان اليوم في الاحتفاء بالسنوات الشيخ جمال الزرغوني عابدين مختلف الفنانين، هذا الاحتفاء اللي كان اليوم كان مغربي 100%. فرقه حماده بوشان تنتمي الى منطقه رحامنا، ولكن الاصول ديالهم هي من الصحراء المغربيه، هذا يؤكد فعلا على ان المغرب وحده موحده من شماله الى جنوبه، وكيتبدا من خلال فرقه حماده بوشان. اعتقد ان الدكتور الزوزي غادي يقدم لنا اكثر على هذه الفرقه باقتضاب لانه ينتمي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لاعضاء طاقم برنامج نغمواتي، والف تحيه حب وتقدير لمجموعه مسنوه، هذه المجموعه اللي استطاعت رغم بعد او مجموعه من الاكراهات انها تحافظ على الاستمراريه ديالها، اولا كمجموعه متماسكه متناسقه، وبالتالي تحافظ على واحد النمط غنائي شعبي تراثي يحمل بصمه مسنوه، لا من حيث الكلمه ولا المواضيع اللي كيتناولوها ولا من حيث الايقاع او التوزيع الموسيقي. بالنسبه لمجموعه بوشان اللي تحفتنا بهذه اللقطه الفنيه، هي المجموعه الوحيده اللي باقا في منطقه رحامنا كتحافظ على هذا النمط الغنائي المتميز كيف ما قال الاخ سعيد، فهو مزيج بين التراث الرحماني والصحراوي، بحيث كنوجدوا ان الكلمه والشعر هو شعر حساني، والايقاع فهو ايقاع صحراوي رحماني حوزي. وهذا ان دل على شيء كيف ما قال الاخ سعيد كيدل على الروابط التاريخيه والتراثيه اللي كتربط منطقه رحامنا باقاليم ديالنا الجنوبيه. وحنا في هذا الصدد كجمعيه مشروع بالتراث الشعبي مع مجموعه من الجمعيات المحليه بوشان بن قريف سيدي بوعثمان صخور حامنا باش نحاولوا نخلقوا الخلف، لان الا مشاو هاد الناس ما كاينش اللي غادي يعرف يشد هاد الميزان ديالهم. الشيء اللي كيجري على مجموعه حماده كيجري على مجموعه المخاليف الحوز ديال الدريوكي ولا مجموعه ديال ولاد الخبشه بقلعه سرانه. دونك هذا هو الهدف ديالنا الحالي ان شاء الله، باش نحاولوا نكونوا مجموعات كيف ما قلتي قبيله، يعني كتحمل المشعل ديال هاد الفن هذا اللي كاين لا ينضطر. وشكرا. هذا شيء مهم دكتور. شكرا. Yeah.